الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المتقين نزلا، ويسر لهم الأعمال الموصلة إليها زللا، وجعل ميعاد دخولها يوم القدوم عليه، وبرحمته جلاها لهم فرأوها بعين البصيرة والتي هي أشد وأقوى من عين البصر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل ولا ند ولا ولد ولا صاعبة ولا منازع له. دعا عباده إلى دار السلام، وأجزل لهم العطايا والإكرام، وأعد لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، النبي المصطفى والرسول المجتبى، الذي نزلت عليه الآيات، ورضي الله عن صديق الأمة أبي بكر الواقف يوم الردة على أقدام ثابتات، ورضي الله عن فاروق الأمة عمر العادل في القضيات، ورضي الله عن عثمان القائم بالقرآن في الظلمات، ورضي الله عن علي وعن سائر الصحابة الكرام الذين خلف النبي رفعوا الرايات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. اخترت هذا العنوان بفضل الله جل وعلا، فهو ضمن آية بتبين أن الله جل وعلا اشترى من أهل الإيمان أنفسهم وأموالهم، فهم طيلة حياتهم تحت مظلة العبادة والخضوع، وتحت مظلة الاستسلام لله عز وجل، شعارهم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أحبتي في الله، فاستبشروا ببيعكم. بايعتم الله في رمضان على ثبات الأقدام لله عز وجل، ونزول الجباه خاضعة مستسلمة لله جل وعلا. هذا عهد وميثاق بين الله في هذه الآية من سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به.
وذلك هو الفوز العظيم. أحبتي في الله، في عجالة سريعة أنظر نظرة عاجلة في سبب نزول الآية. الآية أحبتي نزلت في بيعة العقبة الثانية لتبين أن هناك رجال حملوا على عواتقهم وسواعدهم نصرة هذا الدين، وأن لهذا الدين رجال. نزلت الآية في بيعة العقبة الثانية لما تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند العقبة الثانية، 70 من الرجال وامرأتان، وقف أحدهم فقال: يا رسول الله، اشترط لربك واشترط لنفسك، أنت الآن ستدخل المدينة وستدخل في حمايتنا. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. انظر إلى حجر الأساس، اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. فقال أحدهم: أتدرون علام تبايعون هذا؟ ستعضكم السيوف وتعاديكم قبائل العرب، ولكن ما الذي لنا يا رسول الله؟ إن عبدنا الله ووحدناه وأفردناه بالعبادة والتوحيد ونزلت في حمايتنا فما لنا؟ فسكت النبي محمد، وإذا بالأمين جبريل يهبط على رسول الله، ينزل الأمين أمين السماء على أمين الأرض بقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لكم الجنة. فقال النبي: لكم الجنة. لم يزد. ما لنا يا رسول الله؟ تعاضنا السيوف وسيدخلون معارك طاحنة، غزوات في زمن النبي ومعارك بعد زمن النبي، فما لنا؟ فلم يجب النبي إلا بكلمة: الجنة. المتأمل: فاستبشروا ببيعكم. إذا كان الأنصار بايعوا النبي عند العقبة، فأنتم بايعتم الله في رمضان، بايعتموه على أنكم ستقفون بين يديه في الصلوات، ستنفقون من أموالكم. يقول شيخنا العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد دارت الآية على التعاقد البشري بشروطه، أي تعاقد شراء وبيع دارت الآية عليه على 5 شروط. الشرط الأول: البائع. الشرط الثاني: المشتري. الثالث: السلعة. الرابع: الثمن. الخامس: من الذي أجري على يديه عقد التبايع. أنت بعت نفسك لله. قال ابن القيم رحمه الله: المشتري، إن الله اشترى. فالمشتري الله الذي تواعدت معه وعاهدته على البيع في رمضان، ودخلت من أبواب المساجد ووقفت في صلاة القيام، المشتري الله، إن الله اشترى. قال شيخنا ابن القيم: وإن خفي عليك الثمن، هتقول لي أنا ما عينتش الجنة، وإن خفي عليك الثمن فانظر إلى قيمة المشتري الله. البائع أهل الإيمان، أهل الإيمان، أهل العبادة، أهل العبادة هم الذين باعوا. يبقى المشتري الله، البائع أهل الإيمان، الثمن
النفس والمال. انت صمت وظللت من الفجر إلى غروب الشمس إلى المغرب وأنت مرابط، حطمت الشهوات على صخرة الصوم وخضت في بحار القرآن والطاعة، ووقفت أقدامك بين يدي الله جل وعلا وظرفت العيون لله جل وعلا. أنت بعت، المشتري الله، البائع أهل الإيمان، السلعة هتبيع إيه؟ النفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. القرآن الكريم كله أحبتي به 8 آيات فقط جمعت أو قرنت بين النفس والمال، 8 آيات فقط الله قرن جمع بين النفس والمال. في 7 آيات قدم المال على النفس إلا في الجنة، عشان ما حدش يتخيل إنه يشتري الجنة بفلوسه. لا، الجنة تحتاج إلى عرق، تحتاج إلى طاعة، تحتاج إلى عبادة، تحتاج إلى بذل جهد، تحتاج إلى بذل النفس. في 8 آيات قرن الله النفس بالمال، قدم في 7 آيات المال على النفس. قال تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ودواليك بقية السبع. أما أحد في حديثه عن الجنة أخبرك إنك لابد إن أنت تبذل في الطاعة والعبادة، فقال فقدم النفس على المال. قال: إن الله اشترى، سبحانك يا رب، خلقت النفس وطلبت من أهل الإيمان يبعوها لك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. أسامن بالنفس النفيسة ربها، أنا داخل في مزاج مع ربنا. أسامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، فإن أنا بعتها بشيء سواها إن ذلكم غبن، غباء وجهل. إن بعت نفسي وبذلتها، فإن أنا بعتها بشيء سواها أي سوى الجنة، فإن ذلكم غبن. لماذا؟ شاعر العربي يا أخي قال: قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ياك أن تكون مع الهمل وهم الرعاع الذين لا يفقهون لا من القرآن ولا من السنة. قد هيأوك لأمر، القرآن والسنة هيأوك لأمر لو فطنت له، لو تدبرت معاني الصوم ومعاني الصلاة ومعاني بذل النفس لله عز وجل. أجل الساعات هي التي تناجي فيها ربك قارئا مصليا داعيا ذاكرا. أحبتي في الله، مشتري الله، بائع أهل الإيمان، السلعة النفس والمال، التمن غالي أوي، الجنة. ولما أقول الجنة لابد أن تفهم وتعي ما أقول. الجنة هي التي من أجلها استعذب الصحابة العذاب، الصحابة استعذبوا العذاب في طلب الجنة، من أجلها تحملوا جليل المصاب، تركوا ملاعب الصبا في مكة، قطعت أعضاؤهم وأشلاء على أرض الجهاد. انظروا إلى عمرو بن الجموح ما الذي جرى له، انظروا إلى علباء بن جحش العجلي ما الذي جرى له. هؤلاء الصحابة وغيرهم قطعت أوصالهم وارتمت أعضاؤهم على رمال مكة والمدينة نصرة لهذا الدين. سيدنا علباء في عجالة وهو في جهاد ضربه مشرك بسيف فبقر بطنه فاندلقت أمعاؤه،
وقعت أمعاءه على الأرض فلملمها ووضعها داخل أحشائه وتقمط عليها وقال لأحد المجاهدين: ناولني السيف لأنصر دين الله. هو عُزِّر، اندلقت أمعاؤه يدخلها، الله أكبر، فيناوله السيف وما هي إلا خطوات حتى يرتفع القماط عن الجرح وتندلق الأمعاء ثانية، فينام على ظهره ويقول أحد المجاهدين: أعني يرحمك الله، أدخل أحشائي، فيدخل أحشاؤه. إيهن أيها البطل، إيهن، الجنة تستاهل. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلاني. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلاني. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد، فلقد عرضت بأيسر الأسمان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد، فلقد عرضت بأيسر الأسمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب، فالمهر قبل الموت ذو إمكاني. يا سلعة الرحمن لولا أنك حففت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف ولا عطلت دار الجزاء الثاني. أحبتي في الله، أحبتي في الله، نام علباء بن جحش العجلية على الأرض وقد خرجت أمعاؤه مرتين، وها هو الآن يعيد أحد الصحابة أمعاءه إليه. ماذا تطلب يا علباء؟ أطلب الجنة. اقرأوا رسول الله السلام وأخبروه أني آمنت بالله وآمنت برسوله، فيضع القماط ويشدوه عليه ثم يوقفوه: استرح في خيمة. قال: كيف أسترح، كيف أسترح وغبار الغزوة ما زال على ثياب النبي، ويأبى أن يجلس في الفسطاط ويقسم عليهم أن يناولوه السيف وما هي إلا خطوات قليلة، ويقع ويسقط على الأرض، يقع لينال الشهادة، ليبين لمن ورائه أن هذه الأمة ولادة، وأنه كان من الرجال الذين يزودون عن بيضة هذا الدين. وهلم جرد، هذه أمثلة في السيرة كثيرة. لو قلت لك ابن عمرو بن الجموح لما في غزوة بدر قطع ذراعه الأيسر، ضرب أحد المشركين على عاتقه فقطع الذراع وعلق بقطعة من الجلد وهو يجاهد، والذراع أعياه، الذراع معلق بقطعة من الجلد أعياه وهو يقاتل، أعياه وهو يناصر هذا الدين. اسمع يا من تشعر بالتعب والتأفف من الصلاة أو من طول بعض الإمام، وأنا لا أقول بالإطالة، ولكن لا بد من الصبر والمصابرة حتى نلقى النبي على الحوض. لما أحس أن ذراعه أعياه ألقاه على الأرض ووضع قدمه اليمنى عليه، ثم وقف فقطع القطعة الجلد ورفع الذراع في الهواء وقال: فيك يا رب أسألك أن يسبقني إلى الجنة، وأسألك أن تلحقني به اليوم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لما نقول الجنة يبقى أدفع
كل حياتك عرق تحرك في صلاة الفجر، بذل الجهد مع اليتامى والفقراء، الإحسان إلى الجوار، صلة الأرحام، إعطاء الناس أصحاب الميراث حقوقهم، كل هذا إياك حبيبي أن تنسى هذه الآية، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. لذلك الصحابة قالوا للنبي: لا نقيل ولا نستقيل، لا نقيل، مش هنرتاح إلا في الجنة، لا نقيل يا رسول الله ولا نستقيل. لذلك كان يقول بأبي هو وأمي: ألا من مشمر للجنة؟ في حد أشرب من للجنة؟ ولا انتهى رمضان وتعود وتخلد الأبدان إلى الأرض مرة ثانية، ويكون العبد كريطة بنت عمرو بن كعب التي كانت تغزل الصوف في مكة وفي آخر النهار تنقضه، ولا تكون كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاسا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. إياك حبيبي أن تنتكس بعد رمضان. علماؤنا ومشايخنا وأهل الأصول قالوا بأن الانتكاس متعلق بالقلب، وطالما أنه متعلق بالقلب فهو يمس العقيدة والتوحيد، فهو من باب اللؤم ومن باب العقوق لله عز وجل. الله يعاملنا بالفضل، يجب أن نبادله بالإحسان. أعطانا وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن ربانيون ولسنا رمضانيون، نحن لا نعبد لا زمان ولا نعبد مكان. بالأمس القريب كنا نهنئ بعضنا البعض بقدوم رمضان، بالأمس غردت القلوب وأشرقت في الخافقين بشائر وتهاني، واليوم ولولت القلوب وأظلمت دنيا الأسى يا حيرة الحيران، واليوم ولولت القلوب بذهاب رمضان دنيا الأسى يا حيرة الحيران. هل الحبيب وفجأة رحل الحبيب وبينها لم تمض إلا ثواني. رمضان تبكي المآذن والمساجد والشوارع والبيوت لفقد خير زمان، تبكي الحياة تصيح لا لا انتهت، أقبلت آخر الساعات من رمضان ورحل. أحبتي ما العمر إلا ساعة، فلتدركوها قبل فوت أواني، فلتدركوها. الحق الناس، إنسان ينام يصحوا يجدوا ميت. ما العمر إلا ساعة فلتدركوها قبل فوت أواني، بالله لا تدعوا المساجد خاويات من جموع الخير يا إخواني، بالله يا مسلمون لا تدعوا المساجد خاويات من جموع الخير يا إخواني، لا تهجروا القرآن يا مسلمون دستور العزة والكرامة، بالله لا تهجروا القرآن دستور العلا، فالذل والخسران في الهجران. أختاه لا تدع الحجاب ولا تخوني، ولا تبيع الفوز بالخسران، كونوا عبيد الله جل جلاله لا أهل دنيا لا عبيد زماني، كونوا عبيد الله، كونوا عبيد الله، كونوا عبيد الله جل جلاله لا أهل دنيا لا عبيد زماني. يا رب جدد عهدنا بحبيبنا، ونعوذ بالرحمن من خسران. رباه نسألك النعيم بجنة، رباه فاعتقنا من النيران. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، توبوا إلى الله. اللهم لك الحمد منا ولك الشكر فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبادك رقا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أنا عبد لمن خلق الورى، أنا عبد مرابط في خيمة الدنيا في ظل العبودية لله عز وجل، وأسأل الله التثبيت حتى الوفاة. أنا عبد لمن خلق الورى،
وقدر في الوجود وجودي، ثم اصطفاني مسلما، وذاك نصراني وذاك يهودي، وذاك يقرب للنجوم محبة، وذاك يلوذ ببقرة وعقود، وذاك بعربيد يعبد فرجه، وذاك بزنديق بالهوى مطرود. أما أنا فلخالقي واقف، وله ركوعي وسجودي، وله حياتي كلها ومماتي، حق الإله الواحد المعبود. فمن له رب كربي يجود بالرحمة ويعطي بالمزيد. أحبتي في الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لو طوفت بك في أسماء، عبر أسماء من الصحابة، هتعرف إزاي باعوا هم في الدنيا، والله العظيم استلموا عبد يمشي بقدمين على الأرض يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يموت يوم يموت ويعلم أنه من أهل الجنة. انظر، باعهم ناس من الصحابة، باعت وربنا اشترى وخلاص، واخبروا ان هم بالموت هيستلموا الجنة. الله أكبر. أبو بكر الصديق لما حمل ماله، ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. أليس هذا؟ باع ماله لله. طب وفين باع نفسه؟ فين؟ يوم الهجرة، وهذا حدث واحد. ثاني: اثنين ذما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر كل ماله لله، وبذل حياته وبذل نفسه. يا ترى، يا ترى يا رب قبلت شراه؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، والحديث في صحيح الجامع، قال النبي: القائم بعدي في الجنة. شوف، باع والله اشترى، وأبو بكر عرف قبل ما يرحل من الدنيا أنه من أهل الجنة. النبي قال في حديث عائشة: القائم بعدي في الجنة، وقالها صراحة: ابن أبي قحافة في الجنة. وقال صراحة في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: يا أبا بكر وأنت منهم، أي من الذين يدخلون الجنة من أي باب من أبواب الجنة الثمانية، شاء دخل. الأبواب الثمانية أمام أبا بكر مفتحة، يدخل من باب الصلاة إن شاء، يدخل من باب الصدقات إن شاء، يدخل من باب الجهاد، يدخل من باب الريان، يدخل من باب السلام، يدخل من باب التوبة، يدخل من باب الكاظمين الغيظ، يدخل من الباب الأيمن. كل الثمانية أبواب وفتح أمامك يا أبا بكر لأنك بذلت. ودواليك من الصحابة كثير. يقول أبو هريرة: وأنا أستحي، كنت أنقل حديثا عن عثمان، استحي من ربي أن ألا أذكر عمر، عمر بن الخطاب، حديث في البخاري، لما عرج بالنبي ورأى قصر عمر، إيهن يا عمر، رأى قصر عمر ورأى أمامه جارية وراعي، إن قصر عمر من ذهب، في حديث بيقول: لبن ذهب ولبن فضة. قال ابن عباس: وحديث لبن ذهب ولبن فضة حمل على الوسطية، لكن في قصور زي قصر خديجة رضي الله عنها، زي قصر عمر، قصور من ذهب خالص، وفي قصور من فضة خالص، وفي قصور مختلطة بين الذهب والفضة، والعلماء أصلوا هذا الكلام. عمر بن الخطاب يرى النبي قصره، يرى النبي قصره، ولما يعود النبي بابي وأمي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمر، لقد رأيت قصرا، فقلت لجبريل: لمن؟ قال: لشاب من قريش، فظننت أنني هو يا عمر، فقلت: لمن يا جبريل؟ قال: لعمر بن الخطاب، فنظرت فيه فوجدت فيه جارية، فهممت أن أدخل،
ولكني تذكرت غيرتك يا عمر. فبكى عمر وقال: يا رسول الله، أو منك أغار يا رسول الله؟ عمر يبشر كما بشر أبو بكر، عمر الذي قام بثلاث محاولات في الجاهلية لقتل النبي، عمر الذي قام بثلاث محاولات لقتل النبي، ها هو الآن يبشر لأنه باع النفس والمال. حبيبي، قد كنت أعدى أعاديها فصرت بفضل ربك حصنا من أعاديها، يا حاملا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شاركتهم في الجوع، عمر إن جاع في شدة قوم شاركتهم في الجوع، أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان باريها. فمن يباري أبا حفص وسيرته؟ فمن يباري أبا حفص وسيرته؟ أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. أردت أحبتي بهذا اللقاء في هذه العجالة السريعة، وأنا أعلم أن هذا يوم عيد الفطر وقد أتى يوم جمعة وقد صليتم العيد، وأنا كنت أتمنى أن أطيل قليلا، لكن أعلم أنكم يعني في تعب وفي صغر. أسأل الله جل وعلا أن يثبت الأقدام على الطاعة. ولا تنسوا عثمان، وهذا ما أختم به لقائي، عثمان بن عفان، حديث في البخاري من رواية أبي هريرة، قال أبو هريرة: اشترى عثمان بن عفان الجنة مرتين، مش مرة واحدة، لا، مرتين، حديث في البخاري. اشتراها يوم أن اشترى بئر روما ب35,000 درهم، وقال للنبي: البئر روما ده للمسلمين لئلا يتحكم اليهودي في ماء المسلمين. والمرة الثانية لما جهز جيش العسرة في رواية أنه أعد 1,000 بعير بأحلاسها وأقتابها. النبي صلى الله عليه وسلم متعسر في الغزوة، جاءت في وقت حر. سيدنا عمر يقول: كانت أعناقنا تنسني على أكتافنا من شدة الحر، ونزل قول الله جل وعلا: قل نار جهنم أشد حرا. القضية مش قضية دنيا، القضية قضية إن أنت مقبل على أي أمر. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. مسألة، فلما يجهز 1,000 بعير عثمان، يجيب 1,000 بعير بجوار المسجد النبوي ويقول للنبي: لا عليك، 1,000 بعير بأقتابها وأحلاسها. فيحتل عثمان ليلة كاملة من دعاء النبي. يقف النبي في محراب المسجد النبوي طوال الليل يدعو لعثمان: اللهم إني أمسيت عن عثمان راض، اللهم فرض عنه. أتدرون من الذي يدعو ويدعو لمن ويدعو له؟ لماذا يدعو له؟ فرج عن النبي أزمة أن النبي يتحرك إلى تابوك، يتحرك إلى غزوة كانت الثمار، كان التمر لم ينضج بعد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. مال عثمان 1,000 بعير بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله، لا عليك. يحتل عثمان ليلة كاملة من دعاء النبي: اللهم إني أمسيت عن عثمان راض، اللهم فرض عنه،
اللهم فرض عنه. يظل النبي يدعو له ثم يبشره صلى الله عليه وسلم بالجنة فيقول صراحة: عثمان بن عفان في الجنة. أسأل الله جل وعلا، وهذه موعظة ولكن للقلب الآيب إلى الله العائد من صولة رمضان، العائد من محطة وقود رمضان، يقظ بقليل من الكلام سيثبت على درب السائرين إلى الله عز وجل. واعلموا أن أفضل العمل أدومه وإن قل، ولا تشقوا على أنفسكم، فهذا الدين دين يسر. فالله جل وعلا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والله جل وعلا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم في زمرة العابدين. اللهم احشرنا في زمرة العابدين. اللهم أعد علينا رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. اللهم فرج كربنا وكرب كل مكروب، وأزح همنا وهم كل مهموم. اللهم إنا نقول كما قال أصحاب الكهف: ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا. اللهم إنا فوضنا أمورنا لك برحمتك أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم دبر لنا وهيئ لنا، فإنا لا نحسن تدبير الأمور ولا تهيئة الأمور. اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين، وارحمنا ولسائر المسلمين. اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد، وكل عام حضراتكم بخير، وإلى الله أقرب وأدوم بالطاعات.